العلاقات بين. حكينا قبل شوي عن الاس بلين، خلينا هلا نفكر بالاس بلين على اندر دامب كيس فيها زيتا واوميجا ان واوميجا دي. تتذكر حكينا عن الترانسفير فانكشن لسكند اوردر سيستم، اندر دامب سكند اوردر سيستم ممكن تكون بالشكل التالي، انها تكون اوميجا ان سكويرد على اس سكويرد زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكويرد. وهي انا بامكاني اربطها في الماس والدامبر والسبرينج، مش هيك؟ متذكرين كيف عملناها المره الماضيه؟ طلعنا العلاقه بين ام وكي، ممكن نعملها نعيدها مره ثانيه. احنا لما طلعنا ترانسفير فانكشن تبعت السكند اوردر سيستم كان اندر دامب او اي سكند سبرينج ماس دامبر، كان عندي هاي معادله سبرينج ستيفنس وهي بي وهي بس. هلا بقدر اخذ هذا واحطه بهذا الشكل، مزبوط؟ شو العلاقه اللي تكون بينهم؟ خلينا اول شيء احسن بسط المقام على M، فبصير عندي مول واحد على M، وهون عندي S سكوير زائد B على M، S زائد K على M، وبعدين رح أضرب في K وأقسم على K. مظبوط، مش مسموح لي أضرب في K وأقسم على K، ما بتغير أي شيء. هلا هذا الشكل صار يشبه هذا الشكل، مظبوط؟ اللي هو مع الاختلاف الوحيد إنه عندي هون كانت واحد على K. هلا K على M ايش بتتناسب مع هون؟ اوميجا ان سكوير، مضبوط؟ اذا قلنا انه K على M بتساوي اوميجا ان سكوير، اذا اوميجا ان بتساوي الجذر التربيعي الى K على M. لاحظوا انه اوميجا ان ما بتعتمد على B، ما بتعتمد على الدامبنج. هي شيء طبيعي موجود بالسيستم، ناتشرال اندامبد فريكونسي. اندامبد معناها ما فيش، لما يكون ما في عندي دامبنج بتكون هاي الفريكونسي اللي بشوفها. وبعدين اجينا ربطنا 2 زيتا اوميجا ان، فقلنا 2 زيتا اوميجا ان بتساوي معامل اس اللي هو بي على ام، بس انا اوميجا ان عارفها، صار عندي 2 زيتا جذر ك جذر ك على ام بتساوي دي على ام، اذا زيتا بتساوي بي على 2 ام على جذر ك على M. M بدخلها جوا بتصير M سكوير، بصير عندي B على 2 جذر K M. إذا في علاقة ما بين زيتا، زيتا إذا لاحظوا زيتا بتعتمد على B، منطقي مش هيك؟ الدامبنج كوفيشنت أو الدامبنج ريشيو بتعتمد على B، لكن هون عندي أوميجا N ما بتعتمد على B، بتعتمد بس على قيم K و M. هلا خلينا نحاول نحلل هذا، لو جينا حللنا هذا السيستم من هون، السيستم اللي موجود هون، راح نلاقي انه في عندي، وجينا هون بعدين اخذنا جي او اس يساوي اوميجا ان سكوير، وعندي هون اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير، اذا اس 1 2 بتساوي عند البولز راح تساوي بي سكوير اللي هو عندي 2 زيتا او زيتا ماينس بي بلس ماينس بي سكوير اللي هي 4 زيتا سكوير اوميجا ان سكوير ماينس 4 ان سكوير على 2 اللي هي 2. عندي 2 هاي بشطب مع 2، مظبوط؟ ما بكون له ماينس زيتا. ماينس زيتا بلس ماينس الأربعة والأربعة مش بقدر أطلعها برا، شو بصير الأربعة لو أطلعها برا الجذر 2 بتشطب مع 2 اللي هون مش هيك؟ وعندي أوميجا إن سكوير، أوميجا إن سكوير مش بقدر أطلعهم لبرا، شو طلعتها برا شو حتصير أوميجا إن برا؟ أوميجا إن وجوا راح يضل عندي 1 ناقص أو زيتا زيتا سكوير ناقص 1. لكن بحالة الأندر دامب ليش قلنا عن زيتا؟ زيتا رح تكون أقل، إحنا ما حكينا زيتا رح تكون أقل من واحد. إذا بحالة الأندر دامب سيستم زيتا أقل من واحد، وبتقدر تثبتها من العلاقة إنه بي سكوير أقل من 4 كي إم. إذا بالحالة هاي الكمية شو رح تصير؟ إذا زيتا سكوير ناقص واحد رح تصير ماينس، مضطر إني أستعمل الآي. احول هاي تصير ماينس زيتا بلس ماينس اي اوميجا ان سكوير او سكوير روت او ماينس زيتا سكوير.
إذا هون إيش صار عندي؟ صار عندي complex number لازم يطلع معي complex number. لكن إذا تتذكر من المرة الماضية قلنا أوميجا دي بتساوي أوميجا إن جذر واحد ناقص زيتا سكوير. إذا صار عندي البول الأول والبول الثاني تساوي ماينس زيتا بلس ماينس هاي أوميجا دي ولا جي تستخدمها. إذا الروتس هون عايش بتعتمد البولز هل هي كومبلكس أول شيء ريل ولا كومبلكس ولا إيماجينري؟ لا كومبلكس كومبلكس الشكل لأنه أوميجا دي مش زيرو وزيتا مش زيرو. أي بأي كوادرنت واقع؟ واقع على الجهة اليمين ولا الجهة الشمال؟ شمال رح تكون على الشمال لأنه هذا نيجاتيف وإلها تو بول كومبلكس هون بيجيت بير واحد منهم بيرتفع أوميجا دي وواحد منهم بينزل أوميجا دي. إذا بدي أرسمه الآن على الإس بلين رح يكون عندي أرجع من هون الطول هذا رح يكون زيتا اللي هو ناقص لازم يكون بالنيجاتيف بعدين برتفع عن الاكسس قديش؟ زيتا اللي هي اقل من اوميجا دي اوميجا دي رح زيتا صحيح في عندنا اوميجا ان ناقصه بيكون مضبوط هذه هون لازم يكون في عندي اوميجا ان صح؟ من هون لما كملت انا ما حطيتش الاوميجا ان فاوميجا ان زيتا اوميجا ان زيتا اوميجا ان فالمفروض يكون عندي هون زيتا اوميجا ان وهاي زيتا اوميجا ان هاي زيتا اوميجا ان فبصير عندي هذا الطول زيتا اوميجا ان زيتا اقل من واحد صحيح بس مضروبه في اوميجا ان وبعدين عندي اوميجا دي بترتفع عن الاكسس بهذا الاتجاه مثلا وبنفس الطول بتنزل عن الاكسس بهذا الاتجاه فعندي هون رح يكون في بول وهون رح يكون في بول هذا الارتفاع قديش طوله؟ اوميجا دي اوميجا دي تمام هذا الطول شو بتتوقعه يكون؟ نقدر نلاقيه مش هيك؟ ايش نقدر نستعمل حتى نلاقي قديش هو؟ فيثاغورس فيثاغورس تمام بعد فيثاغورس هذا الطول شو بيساوي؟ اللينث هذا بيساوي مربع هات زائد مربع هات تحت جذر التربيع اذا هذا اللي بيساوي تحت جذر التربيع هذا ايش بيكون؟ زيتا سكوير اوميجا ان سكوير زائد اوميجا دي سكوير سكوير مش هيك؟ بس اوميجا دي شو بتساوي اصلا؟ اوميجا ان في جذر زين اوميجا دي سكوير شو بتساوي؟ اوميجا ان سكوير في واحد ناقص زيتا سكوير اذا هذا يساوي زيتا سكوير اوميجا ان سكوير زائد اوميجا دي سكوير بتساوي اوميجا ان سكوير واحد ناقص زيتا سكوير فك البراكت هذا طلع بصير عندي هون زيتا سكوير اوميجا ان سكوير زائد اوميجا ان سكوير ناقص اوميجا ان سكوير زيتا سكوير هاي مش بتساوي هاي؟ هاي مش بتطلع هاي بصير عندي شو بتطلع الجواب؟ اوميجا ان سكوير جذر اوميجا ان اوميجا ان اوميجا ان مش هيك؟ لان كانت هي جذر تحت الجذر مربع تحت الجذر اذا هذا الطول ايش؟ اوميجا ان وهذا الطول اوميجا هذا الشكل مهم الشكل هذا مهم لما عمال بحكي لي الاندر دامب سيستم في عندي تو بولز مش هيك؟ كومبلكس كونجيجيت بير الهم ريل بارت اللي هو زيتا اوميجا ان والهم ايماجينري بارت اوميجا دي طيب تذكروا لي هلا الاوميجا دي شو كانت تمثل في الريسبونس لما طلعنا التايم ريسبونس تبع السيستم؟ ايش كانت تمثل في الريسبونس تبع السيستم في التايم ريسبونس؟ متذكرين شو كان في التايم ريسبونس؟ واحد على كي مضروبه في واحد ناقص ايش بعدين كان عندنا متذكرين؟ اي تو ذا ماينس ناسينا طيب احنا لما طلعنا الريسبونس بتتذكر الريسبونس تبع اكس اوف تي لما طلعنا الريسبونس تبع اكس اوف تي للاندر دام ريسبونس كان عندي واحد على كي اللي هي الستيفنس تبعت الزبرك بعدين عندي جوا واحد ناقص اي تو ذا ماينس زيتا اوميجا ان تي في الداخل مضروبه في كوساين اوميجا دي زائد زيتا على سكوير روت اوف 1 ناقص زيتا سكوير ساين اوميجا دي تي اذا اوميجا دي شو بتمثل؟ الفريكونسي وزيتا اوميجا ان شو بتمثل؟ الديكي الدامب اذا هذا الجزء بيمثل لي قديش بسرعه بيعمل ديكي السيستم او لا اذا كانه كبير بيعمل ديكي بسرعه اذا كانه قليل بيعمل ديكي ببطء
امثل لي الفريكونسي تبعت الاوسيليشنز اللي بتصير هون. مثلا اوميجا دي مهمه لانها هي الفريكونسي تبعت الاوسيليشنز. شو وحده هاي؟ اوميجا دي ريدنس بير سكند، وهي كمان وحده ريدنس بير سكند. اذا هاي وحده هون اوميجا دي، معناها هاي بتعطيني الاوسيليشنز اللي بتصير بالسيستم. فمعناها لما كان يصير عندي ريسبونس بهذا الشكل، سرعة الكي اللي بتصير بتعتمد على زيتا اوميجا ان، والفريكونسي اللي موجودة هون بتعتمد على اوميجا دي. اوميجا ان ما بشوفها في الواقع، اوميجا ان هي الناتشرال اندام فريكونسي، ما بشوفها في الواقع لما بكون قدامي عندي زيرو. ماشي، واضح هذا المثلث مهم؟ المثلث هذا هو زيتا اوميجا ان. كل ما كانت زيتا اوميجا ان كبيرة معناها السيستم بسرعة بيعمل ديكي، كل ما كانت قليلة باخذ وقت أكثر حتى يعمل ديكي. وهون عندي اوميجا دي هي الفريكونسي اللي بتصير هون. نعم دكتور، زيتا مش هاي تعتبر يونتلس؟ يونتلس صحيح، زيتا ليش؟ زيتا اذا كانت اقل من واحد بيكون السيستم اندر دامت، اذا كانت واحد بتكون كريتيكلي دامت، اذا اكثر واحد بيكون اوفر دامت. بس احنا ما ربطناه بالكيم كان بيكون دامت. اذا زيتا في حاله الاندر دامت سيستم شو لازم تكون؟ اقل من واحد، اقل من واحد، من صفر لواحد. اذا كانت صفر معناها السيستم فيش فيه دامبنج بالمره. لاحظوا اذا كانت صفر شو يصير بهذا الاختيار اللي هون؟ بيختفي تماما مضبوط؟ فبصفي عندي بس اس سكوير زائد اوميجا ان سكوير. يكون هذا السيستم اندامت. اذا كان السيستم اندامت بالمره شو عمله بصير الاوسيليشن تبعته؟ اذا فيش في دامبنج بالمره. لما السيستم كان في دامبنج شو كان يعمل لي الدامبنج؟ كان ينزل الريسبونس تبع السيستم شوي شوي مضبوط؟ لما يبطل في دامبنج للسيستم لا راح يضل يهز لي يهتز لي للابد. لو عندي سيستم فيش فيه دامبنج، الدامبنج ريشيو تبعته زيرو، راح يصير لما بعمل له راح يعمل راح يضل هذول للابد، لانه فيش شيء دامبنج يضيع الطاقه اللي موجوده. الطاقه عم تتحول من حركيه لوضع، من وضع لحركيه، من حركيه لوضع، من وضع لحركيه. بس هم عم تتحول الطاقه، ما فيش شيء يضيعها، لانه الدامبنج ريشيو فيش دامبنج، فيش دامبنج. زد هون بالحاله هاي بتكون زيرو. اذا زد كانت واحد شو بكون السيستم عندي؟ كريتيكلي دام. اذا كانت اقل من واحد بس اكثر من زيرو بكون اندر دامت، واذا كان اكثر من واحد بتكون اوفر دامت. دكتور